السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة أساتذة هناخد الدرس الثاني في الوحدة الرابعة في التاريخ الصف السادس الابتدائي، اللي هو حرب أكتوبر أو ملحمة العبور سنة 1973. وآخر حاجة أخدناها ثورة 23 يوليو 52 اللي قام بها الضباط الأحرار بقيادة سيادة الرئيس جمال عبد الناصر مؤسس الضباط الأحرار، ورئيس الضباط الأحرار اللي هو سيادة الرئيس محمد نجيب. وعرفنا ان ثورة 23 يوليو حولت مصر من ملكية الى جمهورية، وابتدت تعمل شوية احداث كتيرة، وبالتالي ترتب عليها وجود العدوان الثلاثي اللي كان مكون من انجلترا وفرنسا واسرائيل. ولكن فشل العدوان الثلاثي سنة 1956، وجالنا بعدها العدوان الاسرائيلي سنة 1967. وعرفنا العدوان الاسرائيلي كان جاي علشان يحقق المطامع بتاعته، او ان هو يكون مستعمرة داخل الوطن العربي، وكمان يقضي على زعامة مصر للوطن العربي. وبالفعل قدر يعمل دوت، ويهزم الجيش المصري ويسيطر على 4 اماكن في الوطن العربي زي شبه جزيرة سيناء والضفة الشرقية لقناة السويس في مصر، وهضبة الجولان في سوريا، والضفة الغربية لنهر الاردن في الاردن، والقدس الشرقية من فلسطين. وبالتالي يا جماعة ابتدى في الوقت دوت من هزيمتنا في حرب الاستنزاف او العدوان الاسرائيلي على مصر اللي هو كان سنة 1967، الى حرب اكتوبر سنة 1973 قام بينا وبينهم حروب كتيرة جدا اللي هي اسمها حروب الاستنزاف. وحروب الاستنزاف ده يا جماعة كانت عبارة عن ان الجيش المصري ابتدى يلقن الجيش الاسرائيلي دروس قوية جدا، زي ان هو يبعت جيش او مجموعة من الجنود المصريين يروحوا هناك يدمروا بعض المعسكرات الاسرائيلية ويرجعوا تاني. فبالتالي ابتدى الجيش الاسرائيلي يعمل لنفسه حصون كتيرة زي خط بارليف والساتر الترابي علشان خاطر يمنع دخول الجنود المصريين الى سيناء، علشان خاطر حرب الاستنزاف اللي كانت موجودة من فترة 1967 الى 1973 حرب اكتوبر. فلما اجي هنا اسأل حضرتك سؤال، اقول لك ايه هي التحصينات المنيعة اللي كانت بتتخذها اسرائيل، هتقول لي حضرتك حاجتين اتنين، ايه امثلة ليها؟ خط بارليف والساتر الترابي. فبعد كده اسأل حضرتك اقول لك طب ما هي اسباب قيام حرب السادس من اكتوبر؟ بما تفسر قيام حرب السادس من أكتوبر سنة 1973، هتقول لي حضرتك رقم واحد رفض إسرائيل مفاوضات التسوية السلمية. إذا احنا حاولنا نحل المشكلة بيننا وبين إسرائيل وإن هي تخرج من الوطن العربي بسلام وبأمن وبمفاوضات دون من غير ما نعمل أي حروب أو أي مشاكل بيننا وبينها، ولكن هي رفضت التسوية السلمية. طب رقم اتنين تحرير الأراضي العربية التي احتلتها إسرائيل، يعني احنا حاولنا ان احنا نخرجها بطريقة سلمية علشان خاطر نسترد الاراضي المصرية بتاعتنا او الاراضي بتاعت الوطن العربي اللي الاربعة اللي هي احتلتهم، ولكن هي رفضت. فبالتالي احنا حابين ان احنا نحرر ايه الدول العربية ديت ونخرج اسرائيل منها ونستردها مرة تاني. تلاتة يا جماعة انهاء حالة اللا حرب واللا سلم التي كانت مفروضة على ايه المنطقة. يعني ايه انهاء حالة اللا حرب واللا سلم؟ حضرتك محتل او البلد بتاعتك محتلة وانت مش راضي تطلع من او اللي محتل البلد دي مش راضي يطلع منها، واحنا بنحاول نخرجهم ومش راضيين نخرج. فحالة الحرب وحالة اللا سلم اللي الحرب ولا سلم لا حرب ولا سلم اللي موجودة في البلاد في الوقت دوت كانت مصعبة كل حاجة على المصريين وعلى الوطن العربي. واخر او اهم حاجة يا جماعة اللي هي رد كرامة الجندي المصري والعربي، لان طبعا بعد الهزيمة في النكسة اللي هي سنة 1967 ديت اللي هي العدوان الاسرائيلي على مصر، كانت كرامة الجندي المصري والعربي كانت يعني متدهورة جدا بسبب الهزيمة اللي احنا اتهزمناها الساحقة اللي احنا ايه اتهزمناها من اسرائيل. واخر حاجة يا جماعة اعادة الملاحة البحرية في قناة السويس. يعني ايه اعادة الملاحة؟ طبيعي اسرائيل محتلة سيناء والضفة الشرقية بتاعت يعني قناة السويس او خليج السويس، فبالتالي يا جماعة احنا مش قادرين نعمل اي ملاحة او اي مراكب تجارية تعدي من قناة السويس. فاحنا عايزين ايه نرجع الملاحة، يعني نرجع حركة المراكب في قناة السويس مرة تاني. فلما اجي اسأل حضرتك اقول لك بما تفسر قيام حرب السادس من اكتوبر، هتقول لي رقم واحد رفض اسرائيل مفاوضات التسوية، تحرير الاراضي العربية التي احتلتها اسرائيل، انهاء حالة اللا حرب واللا سلم،
ورد كرامة الجندي المصري والعربي وإعادة الملاحة البحرية في قناة السويس. طيب تعالوا مع بعض نعرف إيه هي أحداث الحرب، يعني إيه اللي حصل في الحرب بتاعة 6 أكتوبر سنة 1973. بيقول لحضرتك هنا: إذا تعنت إسرائيل قررت مصر الدخول في حرب لاسترداد أراضيها. طيب يعني ابتدت مصر تجهز الجيش بتاعها علشان خاطر ترجع الأراضي المصرية بتاعتها أو ترجع أراضي الوطن العربي، وابتدت تنسق مع الجيش السوري. يبقى كده ابتدت، نيجي أقول لحضرتك مصر نسقت مع أي دولة من الدول العربية أو مع أي جيش من الجيوش الدول العربية، تقول لي مصر وسوريا. وابتدينا نجهز الكلام ده كله يا جماعة في سرية تامة ونضع الخطة. طب مين كان رئيس الجمهورية في الوقت دوت؟ كان سيادة الرئيس محمد أنور السادات. محمد أنور السادات كان ثالث رئيس جمهورية يمسك مصر. رقم واحد كان سيادة الرئيس محمد نجيب، رقم اتنين كان سيادة الرئيس جمال عبد الناصر، رقم ثلاثة سيادة الرئيس محمد أنور السادات. فابتدى سيادة الرئيس محمد أنور السادات ينسق مع الجيش السوري علشان خاطر نعمل ايه، حرب على إسرائيل من الضفة السورية والضفة المصرية. ولكن وضعت الخطة في سرية تامة من غير ما حد أي حد يعرف ايه ساعة الصفر أو ميعاد الحرب أو الخطة اللي موضوعة. وبالفعل قامت الحرب يا جماعة في الساعة الثانية بعد الظهر، الساعة 2 بعد الظهر، تمام، في 6 أكتوبر سنة 1973 والعاشر من رمضان سنة 1393 هجريا. وقامت الحرب الساعة كام يا جماعة؟ الساعة 2 الظهر. ففي الوقت ده يا جماعة اتفاجئ العالم كله بميعاد الحرب، يعني العالم كله اتفاجئ باتخاذ مواعيد الحرب أو الوقت بتاع الحرب في الساعة الثانية ظهرا. وابتدى الجهاز او سلاح الطيران يخرج كبداية في الجيش المصري علشان خاطر يدمر بعض ايه يا جماعة المعسكرات المهمة جدا في سيناء لإسرائيل، وطبعا احدث خسائر جسيمة، يعني خسائر كبيرة جدا ليهم، وأزال الجنود المشاة للساتر الترابي باستخدامهم لخراطيم مياه، وأزالوا الساتر الترابي وتحطيم تحصينات خط بارليف، وعدينا الخط البارليف دوت يا جماعة بالجنود المصرية، وابتدى الجنود المصريين يعدوا إلى سيناء. وفي الوقت دوت أربكنا صفوف العدو. يعني إيه أربكنا؟ يعني ابتدوا يا جماعة يخافوا، ابتدوا يرتبكوا، ابتدوا يتخضوا، لأن احنا أرسلنا الجنود بسلاح الطيران علشان خاطر يضرب بعض المعسكرات بتاعتهم في سيناء. وبعد كده احنا قدرنا نخطي او نعدي خط بارليف ونعدي الساتر الترابي، فدوت فاجئ الجنود الاسرائيليين مما اربك ايه الصفوف بتاعتهم. وبالتالي تدخلت الدول الكبرى واصدار قرار مجلس الامن. طب مين هم الدول الكبرى او مين هم مجلس الامن دلوقتي يا جماعه؟ مجلس الامن ده يا جماعه عباره عن او ما يعني مجلس مكون من الدول العظمى او الدول الكبرى، زي مثلا الولايات المتحده الامريكيه، زي روسيا، زي الصين، زي انجلترا، زي فرنسا. ودولت طبعا يعني من المقاعد الثابته اللي موجوده هناك او من الدول الرئيسيه والثابته والاساسيه اللي موجوده في مجلس الامن. فأصدروا قرار يا جماعة اللي هو إيه؟ قرار رقم 338. القرار دوت كان بينص بوقف إطلاق النار بين الحرب اللي موجودة بين مصر وإسرائيل وسوريا. وبالفعل يعني وافق مصر وسوريا على هذا القرار، قرار مجلس الأمن. طب هو مجلس الأمن ده يا جماعة دوره إيه؟ دوره حفظ الأمن والسلام في الوطن أو في العالم كله، يعني حفظ الأمن والسلام فين؟ في العالم كله. وبالفعل اول لما اصدر قرار 338 اوقفنا ايه يا جماعة؟ اوقفنا القتال واوقفنا اطلاق النار، ولكن لم تلتزم اسرائيل. فدايما هنا يجيني سؤال صح وغلط، يقول لي ضع علامة صح او غلط، التزمت مصر واسرائيل بقرار مجلس الامن؟ اقول له غلط. لو قلت لحضرتك وافقت مصر واسرائيل على قرار مجلس الامن يبقى صح، احنا وافقنا في البداية مصر واسرائيل وافقوا، لكن لم تلتزم اسرائيل، التزمت مصر ولم تلتزم اسرائيل. فناخد بالنا من الحتة الصغيرة دي، كلمة واحدة هو اتغيرت في صيغة السؤال. يبقى لما اجي اقول لحضرتك وافقت مصر واسرائيل على قرار مجلس الامن تقول لي صح، لكن التزمت مصر واسرائيل على قرار مجلس الامن تقول لي غلط على طول، لان اسرائيل لم تلتزم.
وابتدت اسرائيل لم تلتزم بقرار مجلس الامن وتبعت الجنود بتاعتها او تبعت الجيش بتاعها عشان تقتحم مدينة السويس، ولكن بالفعل فشلت في اقتحام مدينة السويس. يا جماعة يجيني هنا سؤال يقول لي بما تفسر فشل اسرائيل في اقتحام مدينة السويس؟ هقول له بفضل تعاون الشعب المصري مع القوات المسلحة، يعني الجيش والشعب ابتدوا يساعدوا بعض في صد العدوان الاسرائيلي على مدينة السويس. يبقى بما تفسر فشل إسرائيل في اقتحام مدينة السويس هتقول لي حضرتك بسبب تعاون الشعب المصري والقوات المسلحة اللي هو الجيش في صد ايه هجمات الإسرائيليين وطردهم من مدينة السويس. وبالفعل أصدر قرار مجلس الأمن مرة تاني، أو مجلس الأمن راح منزل قرار مرة تاني اللي هو قرار 340، وده نص على وقف إطلاق النار وإيه يا جماعة بين الطرفين الاتنين، ونزلوا حاجة اسمها القوة الدولية لمراقبة إيه الحدث. يعني نزلوا لنا قوة دولية علشان تراقب أو توقف الحرب وتحل المشكلة، تمام؟ وابتدت الحرب وعودة القوات المتحاربة إلى ما كانت عليه يوم 22 أكتوبر 73، وأصدروا أو أنشأوا قوة دولية للمراقبة عشان ينهوا الحرب ويوقفوا الدولتين، أو يوقفوا مصر وإسرائيل كل واحدة ترجع إلى مكانها تاني، لحد ما انتهت الحرب يوم 28 أكتوبر سنة 1973، واجتمع الفريقين المصري والإسرائيلي لبدء مباحثات وتنفيذ قرار مجلس الأمن. يعني كده اقول لحضرتك ان مجلس الامن اصدر قرارين اتنين، القرار الاول اللي هو سنة القرار الاول اللي هو 338، ودوت وافق عليه مصر واسرائيل، ولكن بعد كده لم تلتزم اسرائيل بقرار مجلس الامن وحاولت تدخل مدينة السويس، ولكن فشلت في هزيمة واقتحام مدينة السويس بسبب تعاون الشعب المصري مع القوات المسلحة، لحد ما اصدر مجلس الامن مرة تاني القرار 340 الذي نص على وقف اطلاق النار، ونزلوا قوة دولية لمراقبة ايه الدولتين، او مراقبة الحرب وحل المشكلة اللي موجودة دي، لحد ما انتهت الحرب يوم 28 اكتوبر 73. وبعدها على طول يا جماعة اجتمع الفريق المصري والفريق الاسرائيلي لوضع مباحثات ومفاوضات علشان نحل المشكلة اللي موجودة، وان احنا نحاول نخرج اسرائيل من مصر او من الوطن العربي. فدايما هنا يجيني سؤال يا جماعة يقول لي ما هي عوامل نجاح حرب اكتوبر؟ يعني ازاي نجح الجيش المصري والسوري في تحقيق انجاز وهزيمة الجيش الاسرائيلي؟ هقول لحضرتك انا عندي 6 بنود او 6 نقاط مهمين جدا ساعدوني فين يا جماعة، ساعدوني في النجاح او في الانتصار على الجيش الاسرائيلي. رقم واحد يا جماعة الخداع الاستراتيجي. يعني ايه الخداع الاستراتيجي؟ يعني الخدعة في الخطة الحربية اللي كانت موضوع، الخدعة في ان ميعاد الحرب، الخدعة في ان انا اتخذت التوقيت دوت، الخدعة في ان انا عملت الخطة بيني وبين سوريا من غير ما حد يعرف. اذا الخداع الاستراتيجي في وضع الخطة ساعدني. طب رقم 2 التدريب المستمر. هقول لحضرتك ان الجيش المصري من ساعة ما اتهزم سنة 1967 وهو ما اوقفش حرب لحد ميعاد الحرب، يعني ما اوقفش تدريب قصدي، يعني ابتدوا يتمرنوا ويجهزوا نفسهم ويستعدوا ويتعلموا على الاسلحة الجديدة لحد ميعاد الحرب بتاع 6 اكتوبر. يبقى رقم 1 الخداع الاستراتيجي، 2 التدريب المستمر للجنود المصرية، واخر حاجة يا جماعة او النقطة الثالثة والمهمة السرية التامة. ايه هي السرية التامة؟ ان احنا حطينا ميعاد الحرب وابتدينا نحط خطة الحرب من غير ما حد يعرف عنها اي حاجة، فده ساعدنا جدا في ان احنا نفاجئ الجندي الاسرائيلي او الجيش الاسرائيلي ونقدر نربك الصفوف بتاعتهم. طيب هل في اسباب تاني؟ نعم. او في عوامل تاني؟ هقول لحضرتك من ضمن العوامل مثلا العقيدة القتالية. ايه هي العقيدة القتالية؟ ان الجنود المصريين او جنود الوطن العربي كله كان نفسه يحرر بلده، كان نفسه يحارب علشان يطرد الجندي الاسرائيلي ويرجع هيبته تاني ويرجع كرامته مرة تاني، فكان عنده عقيدة قتالية نفسه يحارب علشان يحرر بلده. طيب في نقطة تانية اقول لحضرتك التعاون العربي. التعاون العربي ازاي يا جماعة؟ هقول لحضرتك ان بعض الدول العربية ابتدت تساعد مصر وسوريا في ان هي مثلا تبعت لهم بترول، لان حضرتك عارف ان الاسلحة الحربية او الطيارات او المدافع او الدبابات او كل الحاجات دي
بتحتاج ايه؟ بتحتاج بترول علشان خاطر تشتغل بيها. اذا احنا عندنا في الوطن العربي بعض الدول ابتدت تبعت للجيش المصري او الجيش السوري بترول علشان يستخدموه، بعض الدول ابتدت تمنع وصول البترول للدول الاوروبيه او لامريكا علشان ما تدعمش بيه اسرائيل، فابتدوا يعرفوا ان البترول او الوطن العربي ليه قوة وليه كيان مهم جدا لو اتفق. طب هل في سبب تاني؟ اقول لحضرتك قوة الايمان لدى الجنود المصريين، لان في الحرب دي يا جماعة كان بيشترك فيها المسلمين والمسيحيين اللي هم عنصري الامة المصرية اللي هو الايه المسلمين والمسيحيين، ولكن الكلمة اللي كانت تجمع المسلمين والمسيحيين في حرب اكتوبر هي الله اكبر، نسبة الى ايه؟ العقيدة القتالية اللي كانوا نفسهم يحرروا بيها وطنهم ويعيشوا في امن وامان وسلام. اذا لما اجي اسال حضرتك كده اقول لك ايه هي عوامل نجاح حرب اكتوبر سنة 1973، هتقول لي 1 الخداع الاستراتيجي، 2 التدريب المستمر، 3 السرية التامة في خطة الحرب، 4 العقيدة القتالية، 5 التعاون العربي، و6 قوة ايه الايمان. تمام يا اساتذة؟ حلو قوي. نروح بقى نعرف مع بعض دلوقتي ايه هي نتائج حرب السادس من اكتوبر، ايه هي نتائج الحرب يا جماعة. بيقول لحضرتك اول نتيجة عملناها ان هو كسرنا حاجز الخوف واستعادة الشعوب المصرية ثقتها بنفسها. يعني ايه الكلام دوت؟ احنا كنا الاول بعد الهزيمة اللي احنا اتهزمناها ابتدت الجنود وابتدى الشعب المصري يحس بايه؟ بالانكسار، يحس بالخوف ان الجيش الاسرائيلي اقوى مننا، ولكن احنا دلوقتي كسرنا حاجز الخوف من الاسرائيليين او من الجيش الاسرائيلي، وابتدينا نرجع ثقتنا في نفسنا مرة تاني، وان الجيش المصري دوت جيش قوي جدا. تغيرت نظرة العالم للجيش المصري وانبهروا بأدائه العسكري تخطيطا وتنفيذا، ان العالم كله ابتدى يرجع تاني يخاف من الجيش المصري، وابتدى يعمل له ألف حساب وينبهر من أدائه في الحرب واستخدامه للأسلحة وتدريبه المستمر اللي كان موجود بسبب الهزيمة اللي احنا اتهزمناها، ولكن احنا قدرنا نسيطر وقدرنا نتمرن علشان خاطر نقدر ننتصر على إسرائيل ونطردها من مصر ونسترد سيناء مرة تاني. طب 3 القضاء على أسطورة التفوق المطلق للجيش الإسرائيلي، لحد ما هم جماعة كانوا بيلقبوا نفسهم بالجيش الذي لا يقهر، ان هم إسرائيل كان عندها جيش بيقولوا ان هو كان جيش لا يهزم ابدا، ولكن احنا قدرنا نقضي على ايه؟ على المقولة ديت او على الاسطورة ديت. الاسطورة ديت ان هم بيقولوا ان هم جيش يتفوق وعمره ما اتهزم ولا هيهزم قبل كده ولا بعد كده، ولكن احنا قدرنا نهزمهم ونثبت لهم ان ما فيش حاجة اسمها الجيش الذي لا يقهر. 4 استعادة مصر دورها الرائد في المنطقة العربية واحترام العالم للمصريين. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني احنا قلنا قبل كده ان اصلا العدوان الاسرائيلي جه علشان يقضي على زعامة مصر للوطن العربي، ولكن احنا قدرنا بعد كده بعد ما هزمناهم في اكتوبر او في حرب اكتوبر يا جماعة ان احنا نعيد لنفسنا مرة تاني ريادة الوطن العربي، وان احنا نبقى ايه؟ اقوى دولة في الوطن العربي، وان احنا نبقى يعني ايه؟ السيطرة في الوطن العربي او اهم دولة في الوطن العربي مرة تاني. رقم 5 عودة الملاحة بقناة السويس مرة تاني تحت سيادة مصرية، يعني رجعنا مرة تاني الملاحة وحركة التجارة وحركة المراكب في قناة السويس مرة تاني. رقم 6 ظهور أهمية التضامن ووحدة الصفوف العربية، دي مهمة جدا يا جماعة، لأن حضرتك بسبب مساعدة الوطن العربي أو التعاون العربي في حرب أكتوبر ده كان من أسباب النجاح. فدلوقتي احنا ابتدينا نعرف أو من ضمن النتائج إن احنا استفدنا إن التضامن العربي أو وحدة الدول العربية أو تمسك الوطن العربي ببعضه، وإن احنا نساعد بعضنا ونكمل بعضنا ونبقى مع يعني إخوات كده كلنا مع بعضنا، ما نعاديش بعض ولا نعمل أي مشاكل مع بعض، ده كان دليل أو كان نتيجة من نجاح إيه حرب أكتوبر. فدوت كان بيقول لحضرتك ان هنا ظهور اهمية التضامن، اهمية الاتفاق بتاع الوطن العربي، اهمية ان احنا نبقى مع بعض دايما ونساعد بعض دايما، دي كانت مهمة جدا من النتائج اللي احنا اكتسبناها من حرب اكتوبر. واخر حاجة يا جماعة توقيع اتفاقية السلام، الرئيس السادات رحمه الله اقام اتفاقية سلام مع اسرائيل في مارس 1979 لاستعادة الأراضي المحتلة في سيناء عن طريق المفاوضات يا جماعة مش عن طريق الحروب، بعد ما احنا حاربنا في 6 أكتوبر وانتصرنا على إسرائيل، ومع ذلك برضه هو الرئيس السادات عمل اتفاقية سلام مع إسرائيل في مارس 1979
لاستعادة الأراضي المصرية مرة تاني، أو إن هم يخرجوا من الأراضي المصرية بسلام وأمان من غير حروب ولا أي حاجة خالص. وطبعا لقب الرئيس السادات في الوقت دوت برئيس يعني ملك الحرب والسلام، علشان كده خد جائزة نوبل في السلام بسبب إن هو قدر يرجع أراضي المصرية وإن هو يعمل معاهدة سلام بعد انتصار. وإن شاء الله يا جماعة المرة الجاية هناخد مع بعض ثورة 25 يناير سنة 2011 وثورة 30 يوليو سنة 2013، وإن شاء الله بالتوفيق والنجاح لحضراتكم. شكرا.